لماذا هدمت قبور البقيع الغرقد؟ تعتقد جماعة متطرفة من جمهور المسلمين أن زيارة وتعظيم قبور الأنبياء وأئمة أهل البيت عبادة لأصحاب هذه القبور وشرك بالله، ولقد انصب حقدهم في كل مكان سيطروا عليه. كانت المدينتان المقدستان مكة والمدينة، ولكثرة ما بهما من آثار دينية، من أكثر المدن تعرضا لهذه المحنة العصيبة التي أدمت قلوب المسلمين، وكان من ذلك هدم البقيع الغرقد بما فيه من قباب طاهرة لذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته وخيرة أصحابه وزوجاته وكبار شخصيات المسلمين. معنى البقيع: أطلق على مقبرة البقيع اسم بقيع الغرقد، فالبقيع هو المكان الذي فيه أروم الشجر من ضروب شتى، والغرقد قيل كبار العوسج، وهو جمع عوسجة، وهو شجيرات من فصيلة الباذنجانيات، أغصانه شائكة وأزهاره مختلفة الألوان. إن البقيع في اللغة المكان، وقالوا لا يكون بقيعا إلا وفيه شجر، وبقيع الغرقد كان ذا شجر، وذهب الشجر وبقي الاسم. في الثامن من شوال عام 1344 الموافق عام 1925 حصلت حادثة هدم قبور أئمة البقيع، وهي حادثة تمثل جريمة لن تمحى من الأذهان. تحوي مقبرة البقيع على أضرحة الكثير من الصحابة وآل بيت النبي والمسلمين الآخرين، ومنهم الأئمة الأربعة، وهم الإمام الحسن بن علي، والإمام علي بن الحسين، والإمام محمد الباقر، والإمام جعفر الصادق عليهم السلام. سابقاً البقيع زاده الله شرفاً كان مبني شلون ومقام ومزار وضريح، كان جملة من الأضرحة موجودة في البقيع، من جملة الأضرحة، مو كل الأضرحة هن، من جملتها ضريح الأئمة الأربعة عليهم السلام، من جملتها هناك ضريح أيضاً لعقيل أخو علي بن أبي طالب عليه السلام، من جملتها ضريح إلى مالك بن أنس إمام المالكية، يعني قبره هناك مدفون. أضرحة متعددة، قسم هذه الأضرحة لشيعة أئمة الشيعة، قسم أضرحة لأئمة السنة. هؤلاء عندما جوا هدموا القبور جميعا، قبور السنة وقبور الشيعة، قبور أئمتنا والأئمة الباقين. الأساس اللي هدموا هذه القبور عليها بادعاء أن هذه القبور لا يجوز أن يبنى عليها، هذه الفكرة ابتنوا على أن لا يجوز البناء على القبور، باعتبار أن هذه القبور إذا بني عليها سوف تتخذ تلك القبور عليها مسجدا، يعني شلون هنا محل صلاة، فالقبور راح يصير محل صلاة، فإذا صارت محل صلاة حينئذ يعتبروها هم بدعة وشرك. لو تتبعنا القرآن الكريم كمسلمين لرأينا أن القرآن الكريم يعظم المؤمنين ويكرمهم بالبناء على قبورهم. بالنسبة إلى بناء القبور واتخاذ المسجد على قبور الصالحين، شنو هو الدليل؟ احنا قلنا اول شيء كنا نستدل بالقرآن. بالله عليك اسمعني، انت انا وياك قرينا قصة اهل الكهف، قريناها بالقرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى انزل سورة كاملة في كتاب الله اسمها سورة الكهف،
هذول أهل الكهف قصتهم معروفة، ناس صالحين، وكان منهم أنبياء أيضا. ذول أهل الكهف كان أحدهم نبي عليه السلام. هؤلاء فروا، هربوا من قومهم الكفار، اجوا إلى هذا الكهف خوفا من قومهم. الله سبحانه وتعالى ماتهم ذلك المئات من السنين، 309 سنوات، ثم بعد ذلك أحياهم وراحوا. فالدنيا تغيرت، وإذا هؤلاء الناس اللي كانوا كفار بعد 309 سنين، وإذا أجوا إلى ناس شافهم مؤمنين موحدين، تغيرت الدنيا، تتغير على ساعة، تتغير. صدام حكم 35 سنة والحمد لله بين عشية وضحاها، وإذا لا صدام ولا إن شاء الله أعوان صدام، إن شاء الله أعوان صدام ما يبقون، يروحون ويا صدام، حتى لو جانا مرة ثانية إن شاء الله هم يروحون ولا يبقون، لأن منهج خاطئ. الآن وجه الشاهد، وجه الشاهد جو شافوا الناس موحدين، هم ارتبكوا، رجعوا إلى الكهف يقررون شنو القضية، شنو كيف يمكن أن يتعاملون ويا الناس حينئذ. وإذا الله سبحانه وتعالى بعد أن أقام الحجة أماتهم الله، قبل كان منومهم، الآن سوى أماتهم. جو الصالحين، الملك والمؤمنين يركضون وراء هؤلاء الصالحين، وجاءوا إلى الكهف لقوهم ميتين. من لقوهم ميتين تحيروا، هؤلاء مقدسين شو نسوي، أريد نكرمهم شو نسوي. القرآن يقول لنتخذن عليهم مسجدا، الله يقول، يعني تكريم هؤلاء أن الصالحين جعلوا ذلك المقام قبورهم، بنوا عليها، على تلك القبور ايش بنوا؟ مسجد. القرآن يقول يا أبا ماكو مانع، بل أنه عمل، هذا عمل صالح وعمل صحيح. أمضى القرآن، أمضى عمل هؤلاء، القرآن اعتبر أن هذا العمل صدر من قوم صلحاء، بناء المساجد على قبور الصالحين. أنت الآن تريد الدين بكيفك وحد، أما تريد الدين من الله هاي مسألة ثانية. لأنك إن قضيت على مدلول الشيء تكون مهدت للقضاء على الشيء نفسه، وها هم يهدمون آثار الإسلام وقبور عظماء المسلمين لأنها دالة على وجود الإسلام. ولو تساءلنا من المستفيد من القضاء على الإسلام لوجدنا حقيقة واضحة، وهم اليهود، فلهم دور كبير توجيهي بهدم آثار الإسلام. الكلام أن هناك قبر في مصر منسوب إلى السيدة زينب سلام الله عليها، قبور للصالحين. تروح الآن البلاد الإسلامية السنية والشيعية تشوف أن الاهتمام بقبور الصالحين. الواقع هذا الموضوع موضوع متفق عليه بين المسلمين. نحن الشيعة الإمامية نؤمن أن مصدر التشريع هو الله تعالى المشرع الأول، ثم بعث النبي صلى الله عليه وآله المشرع الثاني، ثم جعل هناك أئمة 12 بعد رسول الله، هم الأئمة سلام الله عليهم، يستمرون بالشريعة بنص النبي بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هاي الآية، قام النبي رفع يد علي قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هاي مسألة موجودة في كتب السنة والشيعة. إن إخفاء تاريخ البقيع هو محاولة لتضليل الناشئة والشباب في هذه العصور المتأخرة، وإخفاء مناشئ المصادر أولاً عن هذا الإرث الحضاري الإسلامي.